مزايا لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري صاحبة أول أشواط هذا المساء. تهانينا لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري وسلام ند الشباب سلام. شكرا عبد الله بن حمد بن هيان العامري. 7 دقائق 19 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. ثاني الأشواط مع النايفة عامر بن محمد بن زايد المنصوري. وأكد شعار الإعصار هذا التواجد وتوقيت الأفضل والأجمل ب7 دقائق 17 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لعامر بن محمد بن زايد المنصوري وتهانينا لمحمد بن زايد المنصوري على هذا الفوز. الشوط الثالث ذهب مع أصيل لسهيل بن رملي بن محمد العامري. وأكد هذه النجومية بن رملي تهانينا والناموس ب7 دقائق 18 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. الشوط الرابع ذهب مع غازي عبد الله بن سعيد بالحب العامري. أكد شعار بالحب ايضا تألق مميز وجميل في هذا المهرجان. 7 دقائق 21 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لبالحب على هذا الفوز المميز مع غازي. شوطنا الخامس تأتي في ونا لأحمد بن محمد بن مبارك بالعور الخيلي. وأكدوا أبناء الخزنة هذا التواجد في هذا المهرجان ب7 دقائق 19 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. من وفي سادس الأشواط لسعيد بن محمد بالحب العامري. فأكد شعاري غازي ومنوه ليضيف نقطة ثانية في هذا المساء من أصل 8 أشواط ب7 دقائق 18 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وسلام بالحب سلام. شوطنا السابع عالية محمد بن سهيل بن عويضان العامري. إذا بالحب وبن عويضان يخطفان كل واحد منهم شوطين في هذا المساء. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. 7 دقائق 24 ثانية 9 أجزاء من الثانية. الريم في الشوط الثامن حمد بن سالم بن حمد المري. فأكدت الريم هذا التواجد في ثامن أشواط هذا المساء ب7 دقائق 26 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هكذا وصلنا بكم إلى الختام، ختام الجولة الأولى مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام. شكرا مخرجنا حسين السيد، شكرا موسى المندري، يوسف بن قاسم اللوشي، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق في 8 الأشواط الأولى. هكذا